يقول السائل رجل يصلي بأهل بيته جماعة بعد عودته من العمل وغالبا تكون صلاتي المغرب والعشاء علما بأن المسجد قريب من منزله فيسأل ما حكم صلاته الصلاة صحيحة لكن لا يأخذ أجر الجماعة العامة التي في المسجد وأيضا سيحاسب على تخلفه عن الجماعة قال إلا إذا كان مسافرا إلا إذا كان مسافرا فله عذر السفر. اما اذا لم يكن مسافرا فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول كدت ان امر رجلا يؤم الناس اي واتخلف الى قوم كدت ان امر رجلا يؤم الناس ثم اتخلف الى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنا الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم قال النبي عليه الصلاه والسلام للاعمى الذي جاء يستاذنه في الصلاه في بيته ورخص له النبي أولا ثم ناداه هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب. قد قال هذا الرجل: إن المدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يقودني. هذا وبالله التوفيق.